الصباح ل 11 و14 دقيقة. أبو عيون قريئة هي الطقطوقة اللي اخترتوها وصوتوا لها على الباج اوفيسيال راديو ميد تونيزي. فتحية وي نقطعوا نبدأ وي نريش على بركة الله. اسمعوا فلت. أكد أمين قارة في برنامج تسقط الأقنعة وتعليقا على القمة العربية أنه يوجه تحية لضيوف تونس البارزين وخاصة اللي سهروا في ملهى ليلي معروف، وحتى أنه جميعهم قاموا بكرة الملهى خصيصا، والفضل الكشف عن المزيد. عادي باش يجيو في اطار القمه باش يسهروا سي نورمال. باهي مادام تدخل فلوس لتونس باهي خليه يسهروا يسهروا يشرقوا يرشقوا سرتو عاد. اسمعوا فلت. دمارات يا مدام. أكدت عبير ذويب صحفي في أمور جدية اللي تعرضت للتعنيف من قبل فوزية بن قمرة أنها تعرضت لعنف شديد، وحكيت التفاصيل مع أمين قارة وين أكدت أنه تعمد فتح باب الكهرباء وجرها وتعنيفها وسط دهشة الناس الكل، وشدت على أنها أصيبت بصدمة كيفها كيف زملائها. وهذا اللي نكر فوزي بن قمرة فتحين عشك تفرجت الفيديو اللي هبطوها ولا ليه، قال لي أنا ما نسيتهاش وما عنفتهاش وأقسم بالله، معناها قال أقسم بالله، وهي معناها أنا مش ما نحبش ندخل في هذه وفي هذا وهذه، أما أنا شخصيا نعرفها عبير نعرفها وتجمعنا معناها تجمعنا صديقة ونعرف عبير وكيما خليتها كيما معناها ما زالت عبير إنسانة صادقة، إنسانة ما تحبش الكذب وما عندها علاش تكذب. الحق ما نحبش نزيد ندخل في التفاصيل أكثر، أما ناش بيزخ شوية جاتني الحكاية. إيه هو تفهم بالقرار متاع هذه جا حتى المستشارة القانونية متاع الحوار التونسي مدام سونيا خرجت وقالت معناها في تصريح اللي سمعوهم الزوز الإدارة واعترف في وسط معناها المكافحة ما بيناتهم، اعترف وديجا تكلم العائلة وطلب السماح، معناها تراجعت بتدخ بعد ما صار الجدل هذاك الكبير الكل. هو حتى في الفيديو قال أنا ما طلبتش بالسماح بالطريقة اللي هما حكيوها، وقال أقسم بالله العظيم لما مسيتها ولا حطيت عليها يدي، قلت لي قال دزني وكركني وهبطني من الكهرباء وحطيت ايدي على وجهي باش ما نجيش الضرب في وجهي. مع هي حابه تضربه هو حب يضربها، هي حطت ايديها على وجهها. البارح ديجا كانت الانفيتي نتاعها تسقط الاقنعه مع امين قارة. انا ما نجمش نكون حياديه في موضوع كيف من هكا، كل مسانده زميله فوالا اكيد معناها مش كان زميله فقط انا ما ولكن ما بين القرار نتاع اداره القناه وما بين التصريح نتاعها هي وما بين الزملاء زاد كيف التقنيين والصحفيين اللي كانوا موجودين في وقتها، دونك ما نجم كان انا من مانيش معناها مش ما نحبش ندخل في التفاصيل باش ما نجيش لا في صف هذا لا في صف هذا، لا جمله معناها ديجا واضحه هي الحكايه. اما اللي بهتني هو اقسم بالله العظيم هذيك كأقسم بالله ما عند فوزي بن قمرة هذيك اللي بهتتني. اسمعوا فلت. قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغ للمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري يشكو الفنانة هالة صدقي بعد ظهورها فيديو لها وهي تسب العاملين معها وهما يمثلون السويد الأعظم من شعب مصر وتوصفهم أنهم رعاع وحثالة المجتمع. يذكر أنه الفنانة هالة صدقي اعترفت جربية هاو جايين هالكلمة ذيك، اعترفت بنشر مقطع مصور من كواليس مسلسلها جديد من عرش بركة، ولا من عرش الشكل متاع الاسم المسلسل كيفاش بالضبط بركة بركة حاجة حسي مش مشكولة هي على الانستغرام، لكنها نفيت انه يكون الصوت صوتها وأكدت أنه حسابها تعرض للاختراق وتم السطو على الفيديو وتحط صوت يشبه صوتها. أطلق عبارات مسيئة جدا بحق الوسط الفني، وأشارت هالة في مداخلة مع الإعلامي عمرو وأديب في برنامج الحكاية إلى أنه أي شخص يعرفها يلاحظ أنه الصوت يشبه صوتها بالفعل، ولكن طريقة الكلام مش صحيحة، وقالت دي لا طريقة كلامي ولا طريقة هزاري ولا بقول الألفاظ دي في حياتي، أنا كلامي ولا أنا نحب نعرف ده ازاي اتعمل. واضافت هو انا حشت من الوسط الفني ليه، هو انا مهندسه مثلا، ما وانا لو قلت عليهم جربيع يبقى انا جربوعه زيهم، الوسط الفني دول اهلي وعائلتي وبفتخر بيهم.
ونسبة كبيرة من المتابعين متاعها قالوا اللي هي تكذب واللي هي معناها بعد ما حست بحجم الكارثة اللي عملتها تراجعت وما صدقوهاش. خاطر شفتوا الفيديو وسمعت الصوت صوتها اكيد ما نعرفش الفيديو فيديو مسجل والا ديريكت. هي قالت فيديو سجلته والفيديو كي تسجل بخطا بلاش صوت فهمت. هي هبطت فيديو اما هبط بلاش صوت يا اخي خذاوه وركبوا عليه الصوت. هذا اش قالت هي بتتخ الله اعلم كنت بحلم وخدش بتتخ نجم تكون برشا على الدنيا كيفاش الابحاث تعطينا الحقيقة والعظمة ما تقول طق كما يبدا فيها شق. اسمعوا فلت هذه اسمعوا فلت لليوم. مروة شنو هي الغنية اللي كنت نشطح عليها نطا؟ بانا بانا ورا جايين